ونشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب. غني لك شغنية تاني. مثل شو يعني؟ يعني شغنية الأحلام. أحلام بدك الصراحة يا غفران، أنا روح قلب الموسيقى الخليجية، وأحلام بالذات أنا كتير بيعجبني صوتها. يا ترى حفظتي لها شغناي ولا بتتذكريش؟ ولو يا غفران، أنا يلي حفظت لها. تناظر الساعة ولا تدري ليش أزعل عليك؟ مش هاي ولا هاي، اسمعي تقلك. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، هل انت ولي علي وثوبك ما هو من ثوبي، هالراس ما ينحني إلا لمولاه، خلك بغيظك موت مالك أمل صوبي، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول. الله يا سلام عليك يا سناء، فعلا صوتك كثير حلو، يعني مش لانك اختي بس صدقيني لو اشتركتي بالسوبر ستار كنتي اخذتي الدرجه الممتازه وصرتي سوبر ستار العرب. وشو وصلني للسوبر ستار انت الثاني؟ انا للسوبر ماركت بقدرش اوصل. شو صار معك يا سناء؟ ما خلصتيش تقميع البامي؟ يلا ها ما تقوليش الا خلص، ما بقي الا شوي. تعرفوا ليش بدي اياكم تخلصوا قوام؟ وليش بقى امي؟ لانه الاستاذ بيكون بعث لي 40 جرزه ملوخيه ولازم ينقطفوا اليوم قبل ما يدبلوا. امي ابي تاجلوش معك لبكره. لا يا غالي ابي تاجلوش، خفوا ايدكم يلا خلصوني عاد. عيني انا شفت البنية حالي ما تضرب بري مش هتصيب وتعمل نايمة، كلمتها في الحب قالت معرفه معرف طريق الحب هي عالمة يا سليمة يا سليمة. الله على هالصوت ما أحلى يا بيي، صوتك أحلى صوت بكل البرارية. يقبر قلبي إن شاء الله، طبعاً صوته حلو، لكن لمين طالع حضرتك؟ أصلاً هذا اللي شاطر فيه أنت وبناتك. معلوم يا عمي، إذا كان بيكون مطبل بالدنيا ومزمر بالآخرة، لمين بدكم تطلعوا أنتوا يا ذلي؟ الله يسامحك، أنا مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة؟ معلوم. وليش بقى يا ست الحسن؟ لأنه حضرتك صارت الساعة 10 وبعدك ما طلعتش على الشغل. يعني فكرك إذا طلعت على الشغل قبل ساعتين من إسا حتفرق كثير يعني؟ بعرفش والله، بس الناس بتطلب الرزق من صباحية ربنا، مش بيضلوا نايمين للظهر مثل الأكابر؟ إي والله يا أمي بي مش عم بيقصر. سدي بوزك ولي؟ قال مش عم بيقصر قال، ولك الرزق بده حركي، بدوش كسل وتنبلي. وك يا شهيرة 100 مرة قلتلك، افهميني مشان الرسول، 100 مرة قلتلك إنه ضيعة الإبرارية منحوسة ورزقتها قليلة، والسبب هو إن المصاري ما فيش بيد الناس، مصاري بيد الناس ما فيش حتى يتبعزقوا ويشتروا. ولكن اسمعوا على هالحكي، قال فيش مصاري قال. وك يا زلمة شو أنت عم تبيع برادات ولا غسالات؟ مثل ما عم قلك، وصدقيني الناس عم تشتري مني بالدين، وفي منهن فاتح لهم دفتر حساب كمان. وحق الله اللي بيسمعك بيصدق، قال الناس عم يشتروا منه بالدين قال. وك يا زلمي مشان شوية دبابيس وكم بشط شعر عم يشتروا منك بالدين. اي والله مزبوط يا امي، ام جميل اشترت منه اساور وقنينة عطر وقالت له باول الشهر بوفيك حقهم. وكمان ابو صالح عايفان اشترى منه مقصين وملاقة غسيل وما دفعلوش حقه. هاي قلولة لامكن الخانم مفكرة اهل البرارية مليونيرية وعم يشكو القلة بعد. وك يا ام سناء، البرارية اذا ما اجاها موسم محرز الناس راح تموت من جوعها. ودخلك؟ اذا كان هيك ليش عم تغير شغلتك؟ وشو بده يشتغل يعني؟ شو بيعرفني ولي؟ انا زلمي ولا هو؟ هو بيني وبينك يا ام سناء، امبارحة شفت منام خلاني فيق من نومي وطير الناعوس من جفوني. ها وشو هو هالمنام بقى؟ والله ما بعرف،
بس شفت بمنامي شيخ جليل لابس ابيض بابيض وعم يقول لي يا ابو سناء ليش ما بتنزلش على الشام؟ انزل على الشام لانه بهالنزله رح تسمع خبر حلو ورح تتوفق. بقى شو رايك بهالمنام الغريب؟ لا غريب ولا شيء. اسا مفكر كل المنامات مسخره؟ ولك يا زلمي يا ما في منامات بتصدق وبتتحقق وبتخلي الواحد يصير فوق الريح. بس يا حسرتي يا شحاطي ما جوزي وبعرفك ما انت كسلان ومش عارف ربك وين حاطك. اسا اتشتغليش فينا من عند الصبح يا شهيره، خلينا رايقين وعم نغني الله يرضى عليكي. يلا سلام عليكي. بدك شيء؟ لا بديش شيء. بيي منستناك على الغدا ولا بدك تتاخر؟ لا اتستنونيش على الغدا، انا برجع بعد المغرب. لكان ليك عمال جدك تبعث لنا حمص وعدس وقليل الزيت، مش تنسى مثل عادتك. ومع مين بدي ابعثهم يا بعد عيني؟ بعثهم مع مرعي ابن ام مرعي. تكرم عينك يا شهيره بن جدل الطفصان، قال ابعثهم قال لك يبعث لي حمه، يبعث لي حمه على هاي الحياه هذه. قال ابعثهم قال انتي وهي ولي قبلوا خلصوا عاد. شو بيي بعدك ما نمتش لقصة؟ مبلا نمت بس فقت على غفلي بعد ما شفت المنام الغريب. خير يا ابو سنة، شو اللي فيقك من النوم؟ والله يا شهيرة هالمنام يلي عم شوفه كل يوم رح يجنني. نفس المنام يلي عم تشوف فيه الشيخ يلي عم بيقول لك انزل عالشام؟ اي والله يا بنتي نفسه، يعني هاي خامس مرة بشوف فيها نفس المنام والشيخ اللي لابس أبيض بأبيض وعم يقل لي انزل عالشام بتتوفخ وبتسمع خبر حلو. والله يا أبو سنة إذا كان هالمنام عم ينعاد معك كل يوم معناته لازم تنزل عالشام، بلكي الله دخيل اسمه بيفرج عليك. بيني وبينك يا بيي خسارة ما فيش، فخد هالضاعة عالشام واتكل على الله. حاكم البرارية صارت بخيل كثير والرزق فيها قليل. ولك تقبريني أنت ما هي بحكياتك. تعال قلك ليك، يعني إذا صرت بتنزل عالشام بلكي الله دخيل اسمه بيفرج عليك بيفتحها بوجهك ومنجمع جهاز هالبنت. حاكم هذا خطيبة لسناء نقى راسي وهو عم يستعجلني من شان الخطبة. هي قولك؟ ايه والشغلة فيها شخصارة. امي شو عم توشوشوا انت وبيي؟ في شي مخبينه علينا ولا شو القصة؟ لا يا تقبروني، انتو في شي بيتخبى عليكم. ليك بيكون وافق من بكرة ينزل عالشام يسترزق إذا الله راد، ولا لا يا ابو سنة؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، وانت اللي قلتي. للصبايا للشباب للخطايرة كله من الأصلي كله موجود عندي. حامل أنا البصصة وبضاعة البصصة قرب يا حبيبي قرب يا حبيبي. حامل أنا البصصة يا الله يا الله يا من انت كريم يا رب. يعطيك العافية يا عم. الله عافيك اهلين. دخلك شو اسمها هالحارة هذه؟ ليش بقى شو بدك باسمها؟ شي عم بسأل سؤال بس حرم يعني سؤال. لك ان شاء الله يكون اسمها العفاريت الزرق. انت شو جابك لهون؟ اي شلون شو جابني لهون؟ بدي بيع بضاعتي. قديش صرت بايع من الصبح لهلا؟ قديش صرت بايع؟ قسما بالله ما بعتش ولا بفرنك زوري مع اني طلعت على السوق الساعة 6 الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك ويرزقنا. امين امين يا رب العالمين. ماشي بهذه الحارة يا ناس شتروا مني ما راح بيع بخسارة الدين ببهدلني. جابرني يا شامي يا تقبر عظامي بلكي ربي بيرزق يمكن يحن علي. قرب يا حبيبي
الناس أشكال والوان كركر خيطان ورزقي مكتوب عند الله لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان أمر الله قرب يا حبيبي قرب يا اللي بدك تصلح حميتك يعطيك العافية أهليك سهليك شلونك اليوم؟ شو بدي قله قسما بالله يا رجل ما استفتحتش بمليم واحد من خمسة ايام لحد هالتاريخ العمى معقوله ولكن اشتهيت بيع ليفي عيلتي كبريتي عبث ما فيش حدا عم يشتري مني ليش شو السبب الله وحده بيعلم طاعة طاعة قريب يا حبيبي عود عود عمي عود اسلم بنيتك والله يبين عليك انك زلمة غشيم وعلى نياتك وليش بقى على نياتك؟ طبعا على نياتك معقولة جاي تبيع المي بحارة السقايين؟ شو مجنون انت؟ شلون يعني؟ ولك حبيبي انت جاي عالشام مالك بالضيعة يعني لا تأخذني بالشام في كل شيء ما حدا بحاجة لبضاعتك الشام فيها دكاكين وفيها ميني ماركت وسبر ماركت وأكشاك فخمة ومحلات كبيرة بتبيع من البابوج للطربوش بقى وين فايت بها العجقة يعني ماليش خبز بالشام؟ طبعا مالك خبز يعني لا تواخذني بها الكلمة البصة صغيرة اللي ناتع على ظهرك كل 10 متار بتمشيهم بالبلد بتلاقي أحسن منها بمليون مرة يعني فيش أمل إني بيع شيء؟ والله يا عمي بهيك حالي ما في أمل منوب إيه؟ الله كريم أنا يلي بدي أفهمه بس إيه؟ إنه أنت شو جابك لهون؟ بصراحة يا عمي مرتي هي اللي جبرتني ما فهمت مرتك شو دخل بالموضوع؟ هي قالت لي انزل عالشام حتى يتحقق منامك منام؟ أنو منام؟ يا سيدي بصراحة ومش رح خبي عليك لأنه باين عليك إنك طيب وابن حلال الله يجبر بخاطرك الحقيقة أنا عم شوف بمنامي وكل ليلة شيخ مهيوب ولابس أبيض بأبيض وعم يقل لي نزيل عالشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو بتسمع أحلى خبر بحياتك ولما نعاد المنام كثير قالت لي مراتي انزيل عالشام واسترزق وما فيهاش خسارة المسألة هذه كل القصة والحقيقة أنا ما سمعتش لا خبر حلو ولا خبر مر لا ضار ولا نافع سبحانك يا ربي على هالنزل المبهدلي لك يا رجل معقول أنت بأنو عصر عايش حتى تصدق المنامات فعلا أنك درويش وغشيم ومجنون كمان ماشي الحال يا عمي ماشي الحال كله من رب العالمين الله يسامحك يا شهيرة السلام عليكم وعليكم السلام بس بلا منقودية يا عم مور انت شو شفت بمنامك؟ يا سيدي شفت شخص عم يقول لي روح على ضيعة وصدقني بحياتي ما سمعت باسمها قال لي اسمها البرارية وقال لي روح لكتف الوادي وحفير بين البير القديم وشجرة البلوط الكبيرة وقال لي رح الاقي كنز مدفون وشوفت عينك هي أنا قدامك لا رحت على البرارية ولا دورت على الكنز ولا غيره ونسيت الموضوع من عين أصله كثر خيرك يا عمي كثر خيرك يا حبيبي يعطيك العافية يعطيك العافية روحي السلام عليكم يا حياتي إنس السلام عليك يا السلام عليك وين رحت؟ لك ما بدك تاخذ البسطة؟ مسامح مسامح يا خيي مسامح